مساكم الله بالخير والحب والكرامة وراحة البال. اليوم جايين المزرعة نتمشى نغير جو. في ويش اسمه واحدة من المتابعات على طاري الموضوع اللي تكلمت فيه البارحة، ان احنا لازم نثقف ابنائنا من الصغر. تقول لي نفسي اعرف ويش شعور الولد هذا ولا البنت لما يكبر زين وعنده هذا المرض، ويعرف ان امه وابوه من البداية كانوا على دراية بان الولد هذا زين راح يجي مريض زين. ويش شعوره تجاه امه وابوه؟ ويش يقول يعني؟ والله في الواقع زين انا بالنسبة الي شفت اولاد وبنات من كثر ما هم يعني خلاص يعني ماخدين في حياتهم موقف على امهم وابوهم. والله العظيم يعني لو تجي تتكلم اياه تقول هذا وصل الى مرحلة الحقد على امه وابوه زين بسبب الشيء اللي صار فيه. وهذا الشيء يعني انا الوم وما الوم، يعني مهما يكون هذول امه وابوه خلاص فات الفوت يعني. بس خلاص هذا ظل شعور انطبع فيه ما هو قادر يغيره، يعني هم اللي أذنبوا في حقه يعني ساعات يعني فات الفوت خلاص ما توصل لمرحلة ان انا احقد على امي ولا ابوي.